خلاص هاي محمود هاي محمود هاي محمود يلا توكل على الله يلا يلا توكل على الله. سلفي سلفي ونسايبي سلفي واولاده راحوا. ده مين؟ ظهير ظهير استشهدوا كلهم استشهدوا كلهم استشهدوا كلهم راحوا. فقدت كل هؤلاء بثوان معدودة، حالها كحال العديد من سكان هذه المنطقة في رفح وقطاع غزة عموما. مبان سكنية لم يتبقى منها شيء سوى الدمار، ومن نجا يتساءل من هول الصدمة أين الأمان؟ كنا قاعدين في بيوتنا آمنين مطمئنين، فيش أي شيء، فيش أي ضرب صواريخ ولا أي نوع من أنواع بتهدد العدو. ما شفنا إلا في صاروخين نزل ندمر زي ما أنت شايف، دمر المنطقة كلها. سكان غزة لا يجدون مكانا آمنا للاحتباء في ظل تواصل القصف الإسرائيلي. نحو 40,000 وحدة سكنية هدمت كليا، بينما تضرر أكثر من 50% من الوحدات السكنية. المستشفيات قصفت، وحتى منشآت الأمم المتحدة المحمية بموجب القانون الدولي استهدفت. أما الخسائر البشرية فالأرقام صادمة، أكثر من 13,300 قتيل، بينهم 5,600 طفل، 30,000 إصابة. الغارات قضت على عائلات بأكملها، أعداد المفقودين تجاوز 6,000 مفقود، والأرقام تواصل الارتفاع مع استمرار الحرب.